ان ستنا فاطمة الله يقول وانه هو اضحك وابكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها ايه اللي بكاك وايه اللي ضحكت، قالت لها لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي ان هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت، ثم اشار الي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين اول اهل بيتي لحوقا بي. وذلك ما عادت سبتشه فضحكت. اخذ العلماء من هذا ان بمجرد الموت يكون اللقاء للاموات، والا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للاموات ويأنسوا كده ببعض ما كان فيهم تموت الاول تموت الاخر، ان كان اللقاء هيجي بعد البعض.